كما اكد سمح شكري انه لا ينبغي ان تتحمل دول جوار السودان وحدها وطاه الازمه محذرا من ان مفاقمه الاعباء والضغوط بتلك الدول من شانه ان يزيد من هشاشه المجتمعات المضيفه على النحو الذي قد يهدد التعايش السلمي ويدفع الى حركات الهجره غير الشرعيه ونوه شكري بضروره تضافر التقاسم المنصف للاعباء والمسؤوليات باعتبارها الحل الاوحد لتخفيف الاعباء الواقعه على كاهل تلك الدول كما شدد على ضروره حشد الجهود الدوليه لسد الفجوات التمويليه القائمه. يظل التقاسم المنصف للاعباء والمسؤوليات الحل الاوحد لتخفيف الاعباء الواقعه على كاهل تلك الدول وللتعامل مع ازمه النازحين بشكل فعال ومستدام لا سيما في ظل غياب افاق واضحه للحل. كما نتطلع لتلقي مزيدا من الدعم من مختلف الوكالات الأمميه العامله في النطاق الانساني لمعاونتنا الاطلاع بهذه المسؤوليه ونناشد على ضروره تضافر الجهود الدوليه باعتباره امرا ملحا من اجل سد الفجوات التمويليه القائمه ووفاء الدول بتعهداتها الماليه